السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. المهم نقولكم توحشتكم بزاف بزاف. المهم كانت عندي ظروف نبدا جيت نبارطاجي معكم. نبدا بسم الله. غادي نديروا واحد المقرونه على تونسيان، لي بات على تونسيان، طريقه تونسيه. المهم ما غاديش نطول عليكم، انا هادو هما لي بات اللي شريتهم لا مارك ساميه. ومهم غادي تطيبوهم، تخلوهم تطبخوهم حوالي 7 دقائق. المهم ماشي حتى لي بات تاعكم المقارن تاعكم يتلصق لكم. وهنايا غادي تحتاجوا واحد لابوات تاع طوماط. انا كنت استعملت طوماط كونكاسي، واللي ما عندوش يدير دي طوماط فخاش، باسكو حتى انا درت هذو لي طوماط ودرت لي طوماط فاني فخاش. المهم غادي تحتاجوا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، زوج بصلات رابينهم، وزوج سنينات تاع الثوم، وواحد تاع بيمون. المهم هذا ماشي حار. غادي تبداو تحطوا واحد ربع ملعقة تاع الزيت، ديروا زيت الزيتون ولا زيت العادي، انا هنا درت الزيت العادي. المهم غادي تقلو فيه هذاك التعبوط هذاك الحار كما تقولوا. المهم هذا ماشي حار، يعيطوا الحار بصح ماشي حار. المهم كما راكم تشوفوا غادي تحمروا، وهذاك الزيت تاعو ما غاديش تقيسوه، هذاك غادي يعطيكم بنه في ديك لاصوص اللي تخدموها. المهم غادي تقللوا البصل والثوم، تخلوهم حتى يتحمروا. تخلوهم يتشحروا مليح. المهم غادي تضيفوا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، غادي تخلوها تتقلق مع غادي تخلوها تتقلى مع البصل والثوم اللي كنا ضفناه، وغادي تضيفوا هذيك العلبه تاع طماط كونكاسي. وهنايا انا ضفت عليها ثاني شويه تاع طماطم فخش كنت خدمتها. غادي نحط لكم الطريقة، غادي تستعملوها للطياب. المهم غادي تقدروا ديروا غير الطماطم تكون فخش في بلاصة ليكم كونكاسي. المهم غادي تضيفوا الملح، غادي تضيفوا الحرب اللي هو بصل، وغادي تضيفوا نصف ملعقة تاع كمون، وغادي تضيفوا ورقة تاع اللي يقولوا لها الرند، وكاين اللي يقولوا لها سيكونسا، وتخلوهم يتشحروا. غادي تضيفوا الكاس تاع الماء يكون سخون مالا بكم. المهم غادي تخلو لاصوص طيب مهلي مهلي حوالي 10 دقائق. وهنايا بعد 10 دقائق العصوص تاعنا راهي وجدت. تقدروا تضيفوا شويه تاع كركم، زعفران الا تحبوا.
المهم المقارون تاعنا راه وجد والصلصه حتى هي وجدت. غادي تحطوها في صحن كبير وغادي تخلطوا هذيك لاصوص. طريقه سهله بزاف غادي تعجبكم، جربوها وما تنساوش ديروا لي لايك للي فيديو والاعجاب بالقناه وتبارطاجوها مع اصحابكم. ونقول لكم مع السلامه وتهلاو في رواحكم، الى لقاء اخر ان شاء الله.